جولة كانت جدا جميلة وممتعة، مرة انبهرت وانبسطت لما شفت المواقع الأثرية وشفت الدرعية، حسيت بالانتماء زيادة والاتصال يعني بتاريخنا. أول شيء زرنا حي الطريف والبجيري في الدرعية، وصراحة استفدنا مرة من عندهم، وثم جينا هنا عند المتحف الوطني وأعطتنا معلومات جدا مفيدة. قصر المربع أنشأه الملكة عبد العزيز خارج اللي هي مدينة الرياض سابقا، والإنشاء كان عام 1936 بالميلادي، واكتمل بناؤه عام 1938. سمي بالمربع لرباعية شكله، وأنشئ في عام 1938. انتقل إليه الملك عبد العزيز عندما انضاقت عليه الرياض، وأمر ببنائه خارج أسوار الرياض. طبعا قصر المربع كان الملك عبد العزيز يدير شؤون الدولة منه، يعني ما كان قصر للمبيت، كان لإدارة شؤون الدولة. أنا جدا يعني صراحة معجبة بإدارة الملك عبد العزيز، وأحب أشكرهم على جهدهم العظيم، وأشكرهم أنهم سووا مسابقة يعني رائعة زي هذه تزيد حبنا وانتماءنا لوطننا، وأشكر كل القائمين وكل شخص شارك في اللي هو تنظيم هذا الأولمبياد. أشكر دارة الملك عبد العزيز على جهودهم، وأتمنى لهم التوفيق.